الرماء الذين وضعوا بصمتهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أزوف الغاون يا جماعة الخير يا رجال كيف الأول. والله هذا الفيديو سيكون جواب على هذا الروائي والكاتب اللي هو على كل حال معروف العالم وكتب يعني شحال من كتاب ولكن عنده خصوصية. واش هي هذه الخصوصية؟ هو بما أنه كتب باللغة الفرنسية بلغة المستعمر المستثمر الفرنسي، ولكن هو أخطأ في مساره لما قال باللي أنا الوحيد اللي وصلت الأدب الجزائري للعالمية، كأنه أقصى من علموه وربما تعلم منهم لما كان في المدرسة. ونذكر على سبيل المثال مولود فرعون، كتب ياسين، آسيا جبار، رضا حوحو، بن هدوغا، رشيد بوجدرة وآخرون. هؤلاء العظماء الذين وضعوا بصمتهم في الأدب الجزائري، ولكن كانت كل رواياتهم نابعة من أصل البلد، مشاكل التي كان يعيشها الشعب الجزائري في الصميم، واللي كانت تحكي معاناة الشعب الجزائري حتى في الفترة الاستعمارية. ولكن هذا الأديب هذا اللي المدعو ياسمينة خضراء، ياسمينة خضراء ربما هناك كثير من الأسئلة طرحوها القراء والمتابعين نتاع هذا الروائي، يقولوا كيفاش سمى روحه امرأة، سمى روحه امرأة، ربما كان اللي يعرف وكان اللي ما يعرفش، ربما كان اللي عنده المعلومة وكان اللي ما عندوش المعلومة، ولكن ياسمينة خضراء هو استقى هذا اللقب والاسم من الزوجة نتاعو لما كان ضابط في الجيش الوطني الشعبي وكان في ليكودي كادي كما يقولوا. ولكن هو كان شغوف بالكتابات هذه وقبل ما يعني شيء كما يقولوا، ولكن أنا أظن أنه مريض بواحد المرض يسمون لا ميغانوماني. لا ميغانوماني هذه متشية فيه يعني، هذا لا محالة في ذلك. ولكن هذا الشخص يعني ياسمينة خضراء لما أعطى لنفسه لقب امرأة وعنده التقاليد والأعراف الجزائرية التي ورثناها عن أجدادنا، يعني الذي ينسب نفسه إلى امرأة أو هذه زوجة ربما غدوة تكون واحد في نفس المقام تكون أمه، وإحنا في التقاليد الجزائرية عمرنا ما كنا نقولوا نسمو أصلنا، نسمو أصلنا على منا، وسمحوا لي على هذه العبارة على كل حال، ونربط هذه القضية مع خوتنا في المغرب. كان واحد العادة في المغرب لما إنسان يروح يخرج يعني شهادة الميلاد يقول له ولد من، ما يقولوش ولد عبد القادر أو ولد مسعود أو ولد محمد، أو يقولوا ولد خيرة أو ولد عائشة أو ولد فاتحة،
يعني دائما المزيود ينسب لأمه وليس لأبيه، ولا أدري لماذا. هذه حقيقة على كل حال. وشي أنا اللي قلتها تدخلوا اليوتيوب وتسمعوا بالصوت والصورة في هذا المعارضين لمحمد السادس، يعني في فيديوهات تعد بالمئات. ولكن هذا ياسمين خضراء بصفته متعلق باللغة الفرنسية أكثر من الفرنسيين، حتى أصبح فرنكوفيل، يعشق الفرنسية، يعشقها أكثر ما يعشق العربية. وراكم تشوفوا في التدخلات نتاعو ما يكترش بزاف بالعربية. والشي اللي أغضبني، يعني الشي اللي أغضبني هو جالسي حصة على قناة بربر تي في، هذه القناة القبائلية للمقر نتاعها في باريس معروفة لاشين على كل حال، ودارت معاه يعني لقاء خاص. ولما هذا الصحفي طرح له واحد السؤال، قال له واش رايك في الادب الجزائري، واش رايك في هاد المنتقدين اللي ينتقدوك، لانه هو انتقدوه بزاف في بعض الحوايج، يعني عاتبوه على ما يتكلمش عن الروايات الجزائرية اللي كما قلت في بداية الفيديو نابعة من المجتمع الأصيل تاعنا احنا. ولكن في هذا اللقاء قالوا بركانا من الرجوع إلى مشاكل الهوية، وسرد مثال على المجتمع الفرنسي والمجتمع الألماني. قال هل اليوم الفرنسي يعرف بأنه فرنسي، والألماني هل اليوم يعرف بلي أنه ألماني؟ والجواب ربما يبقى عندكم ماذا كان يقصد يعني. وقال هذا الكلام في قناة قبائلية، يعني هو ربما كان كلامه موجه للأمازيغ اللي اليوم راهم يعني الشغل تاعهم هو استرجاع هذه الهوية الأصلية نتاعنا، يعني حتى نعرفوا واش نكونوا احنا، ما نكونوش مجهولين النسب كما هؤلاء الأعراب. ربما كما هذا ياسمين خضراء ربما راه يشك حتى في أصله. خلوني والله نوريكم واحد الفيديو داروا في قناة فرنسية، قناة فرنسية، وربما دار يعني واحد كتاب تكلم على واحد الشاب هو من أصول مغربية، هو تجنب يتكلم عليه بأنه من أصل مغربي، ولكن الفرنسي قالوا إلي دوريجين ماروكان، وهو تهرب على باش يكمل يعني الكلام على هذا الشاب اللي جبده في الرواية نتاعو، واللي عنده علاقة بالعملية إرهابية قام بها هذا خليل في باريس في أروهير. من حسن حد يعني ما انفجرتش القضية، يعني القنبلة اللي كان حاملها ما انفجرتش. هو كان يهتم كثيرا بما يطرأ يعني عند ماماه فرنسا، هذا نسميه أنا ولد فرنسا نسميه حركي، ست حركي نطوة بلا ما يقولها. على كل حال الكلام نتاعو يدل على انه غير وفي لبلده الاصلي، هذا هو التحليل تاعي. على كل حال نخليكم تسمعوا هذا الفيديو ومن بعد نعلقوا. اسمعوا un jeune homme, mais qui se cherche encore,
C'est une personne assez frêle, assez fragile. Et d'origine marocaine? Oui, mais ça n'a pas d'importance d'origine véritablement. C'est d'abord un être qui est complètement désarçonné, qui a renoncé à ses rêves parce qu'il a pensé qu'il y en a d'autres et qui pense que la vie n'a aucun mérite. Et moi j'ai écrit celui justement pour dire à tous ces jeunes qu'il n'y a pas mieux que la vie. Et la vie nous appartient, nous cache un trésor et c'est à nous de le trouver. Donc, il habite à Molenbeek, la banlieue de Bruxelles. Oui. Il vient pour la première fois en France et là, il est heureux car il pense qu'il va mourir aux côtés de ses amis. Oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, je trouve ça absolument absurde, triste même. C'est d'un chagrin immense. Quatre kamikazes, ouais. Et la mission consistait à transformer la fête au Stade de France en deuil planétaire. Et c'est ce qu'ils avaient l'intention de faire, ce qu'ils ont obtenu aussi, hein, puisque la France est un mythe. Et que tout ce qui touche à la France touche pratiquement à toute l'humanité. La preuve de voilà. Quand la France est touchée. À vous de comprendre. Il y a des attentats un peu partout, aux États-Unis, en Angleterre. Mais jamais il n'y a eu une telle adhésion, une telle solidarité avec la France. Et ils avaient visé justement ce symbole. Alors on lui a mis dans la tête que le sacrifier en kamikaze est un acte très prestigieux. Oui, bien sûr. Alors, il faut bien aller quelque part. Donc, ils se voient partir en feu d'artifice, mais en réalité, ils partent en fumée. C'est un véritable gâchis. Et ce livre-là, moi, j'essaie tout simplement d'aller vers l'apaisement. La commission Matou, au sourd ou au sourd, me brache à la France. Mais je te crois, il y a une manière irhabie à Mithlavi. Il y a un pire à Khadir, il y a un pire à mon asile maghribi. راكم تعرفوا ولكن لما قام بدورة في الجزائر يعني وسمحت له الشروطات ودخل بعد غياب طويل على كل حال في وقت القايد صالح وقبل القايد صالح كان هو كان عنده مشروع باش يترشح للرئاسية تاع 2000 انتخابات 2014 قلنا في سن بوتفليقة ولم يقبل ملفه على كل حال يعني باش تعرفوا هذا الشخص هو أنا أعتبره انتهازي بالرغم من السمعة اللي عنده على كل حال ولكن ما يخفيه هو أخطر ولما دخل هو الجزائر إلا بإذن من السلطات الجزائرية ربما هو في مهمة مثل مهمة حافظ الدراجي نفس الشيء هذو اللي كانوا يسبوا في النظام آنذاك وكانوا يعني يعاتبوا النظام الجزائري وربما كما حافظ الدراجي اللي ساند الحراك الجزائري ثم دخل معزز مكرم مثل الذين دخلوا يعني بدون مشاكل بالعكس الناس الاخرين اللي اليوم اتهموهم بتهم خطيره على كل حال داعي لذكرها في هذا الفيديو وسمعوا يعني ندوه واحده اخرى دارها هذا ياسمينة خضراء اظن عند الاعراب وصحابي هذا الاعرابي قالوا انت فرنسي واعتبروا الحضور اعتبروا بلي هذه هفوه من الصحابي ولكن هو كان عامل مقصود وسماه بالكاتب العربي الجزائري العربي والفرنسي ووقع تدخل يعني في الحين من واحده من الحاضرات اللي كانت موقعين في فرنسا يعني هذا ود فرنسا كما نقولوا وسمعوا الفيديو هذا اسمعوا مليح ياسين خضراء وكذلك مرحبا بك مش فرنسي جزائري فقط جزائري فرنسي عالم مقيم في فرنسا نعم جزائري اشكرك كفاك شرا فلا ادري يعني هنا
خضراء بالنسبة لسلوكه مع مما فرنسا ومعها أولئك الأعراب، ولكن هو منسلخ من الجزائرية نتاعو، وهاد الجولات اللي راه يدير فيها يعني مشى تيجوز ومشى لوهران، ولكن ما تكلمش على الشيء اللي وقع وعنده علاقة بالإرهاب. عندنا احنا في الجزائر وراح تكلم عن الإرهاب حتى في تل أبيب، وصرت قصة تاع واحد جراح فلسطيني يعني بدل الجنسية تاعه وصبح إسرائيلي ودار عليه يعني كتاب، ولكن ما شفناش دار كتاب على الشيء اللي وقع عندنا احنا من اغتيالات ومن مجازر اللي قام بها النظام الجزائري، وخاصة احداث منطقة القبائل او حرائق تيزي وزو مثلا. علاش ما يجيش عليهم كتاب؟ ولا ما يجيش كتاب على احداث 80؟ ولا ما يجيش كتاب على الشيء اللي وقع العشرية السوداء من إرهاب؟ راح تل أفغانستان، راح تل كوبا، وراح للمكسيك، لأنه يحب نفسه ويحب يظهر عالميا. هذا هو كسب هذا العالمية، هذا الخبث اللي يمارسه داخل، هذا الخبث اللي ما يظهرش من برا. إذن هذا ياسمينة خضراء، أنا أتمنى يبدل اللقب نتاعو ويسمي اسمه على باباه بورسول محمد، هكذا نعرف الجزائري الشام ماشي ديوت. الجزائر هو يساوي الرجولة في أي شيء، حتى أصبح الإنسان يطرح سؤال شكون هذا ياسمينة خضراء. والله يخليكم تشوفوا واحد المقال يعني على كل حال في نفس الإطار هذا، يعني مقال خديته من عند واحد على كل حال هو يعرف مليح القضية هذه. الاسم بتاعه واللقب بتاعه اف اف، وش يقول؟ في ظل تصريح الكاتب ياسمينة خضراء او بولسون محمد، هذه رانا قلتها، هو سموه بولسون محمد ولكن معروف اسم ياسمينة خضراء، وش يقول هذا؟ في ظل تصريح الكاتب ياسمينة خضراء الذي لا اعلم اين وجد هذا الاسم، تصريحه فيما يخص الأدب الجزائري، حدث أن صادفت هذا الكتاب الذي يبدو مثير للاهتمام من عنوانه، ثم قلت ماذا ننتظر من بقعة أصبحت قليلة الأدب مثل أحلام مستغنمي أديبة وكتبت عدة كتب، بل استطاعت أن تنشر فكرها في العديد من النساء. ثم تذكرت أيضا عبد الرزاق طواهرية فشعرت بالإشمئزاز والحزن، لكني قررت أن أتعايش وفق الوضع وأن أتأقلم، وانتهى الأمر. ثم حمدت الله على وجود الأدب الروسي، وزادت في رغبة أن أكتب كتابا يوما ما عندما أتفرغ لكتابة
الكتابة سيكون كتاب بعنوان مذكرات إنسان عايش في بلاد الهوايش. مقال واحد آخر هام جدا، محمد بولشهول تحت اسم ياسمينة خضراء، ولد في 1955، يعني ولد في الشرنالي ولدت فيه أنا، جونفي 10 في ولاية بشار. بشار كلمة أنا من فتح أبواب العالم للأدب، هذه الكلمة اللي قلت بها الفيديو، كلمة أنا، هو يتكلم على ياسمينة خضراء يقول أنا من فتح أبواب العالم للأدب الجزائري. وهذا ما يروج له الإعلام الغربي، أين أنت أمام ملك حداد الذي أغنى اللغة الفرنسية بأدبه البديع الرائع الذي كتب بروح الجزائر الحقيقية كما قلت. كما قال أعتبرها منفى أو وسيلة للتعبير عن الحالة التي كان يعيشها الشعب تحت الاستعمار الفرنسي ومحمد الدين وثلاثيته الشهيرة الحريق ودرس بقار والبيت الكبير الذي وصف الفقر والجوع بشكل مأساوي وما ترتبت عليه من مشاكل ومعاناة المجتمع في الحقبة الاستعمارية، يصف بقلمه السيال بدون أن يجرح كرامة الجزائري. هكذا شكلوا الوعي لدى المواطن وفي العالم العربي والإسلامي وحتى الأوروبي ليوصلوا الفكرة بكتابتهم مع معاناة الشعب. معاناة الشعب، سمحوا لي، معاناة الشعب مولود فرعون كذلك بأسلوبه الراقي وبصمته الجزائرية يصف وضع منطقة القبائل وتقاليدها بريشته الأدبية. بن هدوبة ورضا حوحو ومحمد صالح صديق وغيرهم وعملاق الفكر مالك بن نبي رحمه الله فاقت ذكراه الآفاق وترجم له إلى عدة لغات العالم وتدرس كتبه في ماليزيا وأندونيسيا والدول العربية. أين أنت مع هذا الكم الهائل من الأدباء والمفكرين والمبدعين حتى فتحت أبواب العالم للأدب الجزائري؟ نعم فتحت أبواب العالم على أن الجزائري عاشر إرهاب، وأنت بكتابتك تصف ما يرضى به الغرب وتدغدغ مشاعرهم تجاه أبناء بلدك. إن المشكلة والمعاناة والإرهاب هذه حكايات الغولة أكلها الدار والعيلة كبرت على أن الجزائري عاشر إرهاب، وأنت بكتابتك تصف ما يرضى به الغرب وتدغدغ مشاعرهم تجاه أبناء بلدك. إن المشكلة والمعاناة والإرهاب هذه حكاية الغولة أكلها الدار والعائلة كبرت. مهما كان نحترم بعضنا البعض والجزائر تستحق من يبعث فيها الأمل والصدق والحلول وليس التشافي وإعطاء صورة قاتمة عنا. وهنا هذا كجواب لهذا ياسمينة خضراء حتى لا أطير عليكم. وخاتمة القول نقول العربية دي ارجع إلى أصلك حتى تعرف فصلك وتعرف من أين ترعرعت وأين هو موطنك الأصلي، ولا تذهب بعيدا ولا تشكك حتى في انتمائك لهذا الوطن الذي اسمه الجزائر وما أدراك من الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.